محمد السادس عاش راعي الأمة عاش محمد السادس عاش الدولة العلوية عاش المغرب عاش الملك عاش المغرب عاش محمد السادس عاش الدولة العلوية عاش حقوقي حقوقي يمن في حروبي سأنتزعوها ولو أعلموني حقوقي حقوقي يمن في حروبي سأنتزعوها ولو أعلموني حقوقي حقوقي يمن في حروبي سأنتزعوها ولو أعلموني حقوقي حقوقي يمن سأنتزعوها ولو أعدموني مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي مرحبا بكم معنا من هنا دائما من مدينة أو من إقليم سيدي سليمان من أمام هذه الضيعة الفلاحية بجماعة أولاد حسين هنا بهذه القيادة مجموعة من العمال قضوا أكثر من 30 سنة حسب أقوالهم بهذه الضيعة الفلاحية لكن تفاجأوا في الآونة الأخيرة أنهم لقوا رسوم خارج الضيعة بدون حساب بدون أي يعني تعويضات او يعني اي حاجه فكما كيقولوا لقينا راسنا بالربح لا كنا غير زايدين وهذا الشيء اللي غادي نسمعوه المزيد من التفاصيل اللي غادي نسمعوها الان على لسان ممثل العمال وهما وضعوا نفسهم في واحد الاطار نقابي اللي كينظمهم الان باش يطالبوا بالحقوق ديالهم كانت عدد من الجلسات الماراطونيه برعايه رجال السلطه هنا للسلطات المحليه هنا بما إقليم سيدي سليمان لكن لحد الآن ما زال التعنت هو سيد الموقف من طرف هالشي اللي كما قالوا الإخوان أصحاب يعني العمال أن ما زال صاحب الضيعة لحد اليوم باقي ما شافوش بغاو غير يجلسوا معاه غير يدووا معاه باقي ما لقاوش وهالشي اللي غنعرفوا المزيد ديال التفاصيل حول هذا الموضوع من عند على لسان عبد الرحيم الزعري ممثل العمال أو مندوب العمال. نعم سي عبد الرحيم انت معنا على المباشر الان على قناه شوف تيفي شنو المشكل اللي واقع لكم في هذه الضيعه الفلاحيه؟ نعم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. احنا قرب الميكرو شويه شريف. واحد المجموعه من العمال احنا اكثر شحال العدد ديالكم؟ 53 عميل اللي احنا الان ضايعين من 2010 بقات الفيرما هنايا بوحدها ما تباعت جا شي واحد واحد التاري من النواحي ديال الوزان شراها ما كنعرفوش حنا جا شرا قلنا احنا ما كاين حتى شي مشكل يعني هي ضايعه فلاحيه اي واحد سجرها احنا كنا خلصنا جاو دار معنا واحد الجلسه دار معنا واحد اللقاء عند السيد رئيس الدائره الله يجازيه بخير دار معنا لقاء عند السيد القائد الله يجازيه بخير دار معنا لقاء عند السيد العامل حتى هو الله يجازيه بخير يعني قلنا الامور عندنا راه مقاده في الاخر في الاونه الاخيره سمح فينا وشي بحالو ما بقى لا كيجي لا يخلص ما بقى لا كيجي رجعتوش تخدموا ما رجعناش تخدموا خدم واحد تقريبا واحد الربع ديال العمال تقريبا واحد العام ونص وفي التالي مشى وخلى العمال هنا لا ما كيتخلصوا ما كيديكلاري بلا ديكلاراسيون ولا حتى شي حاجه الى الاونه الاخيره هذه واحد الشهر تقريبا كنتفاجئوا بان البلاد كتحرت قلنا مشينا عند السلطه يعني احنا يعني فعلا من التجأوا التجأنا للسلطه المحليه مشينا عند السيد القائد